بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث باب الجمعة، وهي وأورد الشيخ 8 أحاديث. الأول كان فيها المنبر، والثاني كان فيها الغسل، وتكلمنا عن الجمعة ومنزلتها من الدين، ومنزلتها من الصلاة، ومنزلتها من التنظيم المسلمين حقيقة، وتكلمنا بالأمس، ولا مانع أن نعيد اليوم بشكل مختصر لأن الموضوع يعني مهم جدا وله يعني جلاؤه في بيان أحكام الشرع وحكمه وأسرار التشريع. وقلنا أن الجمعة هي أولا هي أفضل أيام الأسبوع، وهي عيد الأسبوع، بل هي من أفضل أيام الله، ولها خصائص يعني أوصلها ابن القيم إلى 32 خاصية خصوصية، وذكرنا شيئا منها بالأمس من بعضها. منها مثلا أنها عيد الأسبوع، ونذكر الآن أنها أيضا هي يعني فيها خلق آدم، خلق يوم الجمعة، وأيضا أهبط من الجنة يوم الجمعة، وكذلك أيضا المؤمنون في نعيم الجنة يزورون ربهم يوم الجمعة، وهو يوم المزيد للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا يكون يوم الجمعة، يدعوهم ربهم حديثة يعني تبين عظم ذلك اليوم وعظم تلك الزيارة والرضا الذي يزيله الله عز وجل على أهل الجنة. وكذلك أيضا من خصائص الجمعة كما قلنا أنها يعني خصوصية نوع الصلاة فيها، فهي ركعتان تسبقهما خطبة، وهي فرض الوقت، بمعنى هي ليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض مستقل. ومن هنا يعني الذي تجب عليه الجمعة، بمعنى استوفى شروط وجوب الجمعة أن يكون حاضرا مكلفا حرا إلى آخره، لو صلى الظهر ما صحت من غير عذر، لو صلى الظهر ما صحت، لأن الفرض هو الجمعة وليس الظهر. الظهر فرض للمعذورين كالنساء والمسافر والمريض والذي يعني لم يستوفي شروط وجوب صلاة الجمعة، أما من استوفاها
فلو صلاها ظهرا ما صحت، فما يدل على أنها خاصة ليوم الجمعة هذا النوع. كذلك من خصائصها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها، ويبدأ هذا من الغروب يوم الخميس. يوم الخميس إذا غربت الشمس دخل وقت الجمعة، ويبدأ من الغروب إلى الغروب من الغد، وأيضا فيها ساعة الإجابة، فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه، حتى في بعض الوقت وهو قائم يصلي. وقيل إنها وقت مجيء أو دخول من بدء دخول الإمام للخطبة حتى تفرغ الصلاة، أن هذه وقت الساعة. وقيل هي بل على الجمهور أنها بعد العصر. المقصود أن فيها ساعة، فيها ساعة الإجابة. كذلك أيضا من خصائصها أن تقرأ فيها في صلاتها، تقرأ سبح في الركعة الأولى والغاشية في الثانية بعد الفاتحة، أو الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، ويقرأ في فجرها أيضا كذلك السجدة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية أيضا هل أتى الإنسان حين من الدهر، وهذه من خصائصها كذلك أيضا. وذكرنا أيضا أن من خصائصها التبكير إليها، يعني يبكر، وكلما بكر كان أعظم أجرا، وسوف يأتي معنا حديث التبكير إن شاء الله. وكذلك أيضا أنه يشتغل بالعبادة إلى أن يدخل الخطيب، سواء بصلاة يشتغل بالصلاة أو حتى بقراءة القرآن أو بالذكر، ولا يشتغل بغير ذلك. وأيضا من خصائص الإنصات، المسلم مطلوب منه أن ينصت، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في هذه الجلسة الحديث عن الإنصات ووجوبه ولزومه، وهذا يعني خاص بخطبة الجمعة. خطبة العيد ما يجب الإنصات مثل الجمعة، وإن كان يستحب وأحسن، وخطبة الجمعة قبل الصلاة، بينما العيد الخطبة بعد الصلاة. فالجمعة لها يعني خصائصها ولها موقعها، وقلنا إنها كذلك يعني تمثل اجتماع أهل البلد، وذكرنا بالأمس أن الاجتماعات ثلاث أو أربع. الاجتماع الأول صلاة الجماعة، وهذا يكون في مسجد الحي، أهل الحي يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات، يتفقد بعضهم بعضا، ويرى بعضهم بعضا، ويسأل بعضهم عن بعض، ويحيي بعضهم بعض، وباجتماع ألفة وتحاب وتواد، وعلى ذكر الله عز وجل وعلى طاعته وفي بيته. هذا شيء عجيب، وقلنا لك من هذا شيء يعني اختص به ديننا بتشريعاته وحكمه، وقلنا إن هذا مشروع من 1400 سنة، قبل أن يأتي تنظيمات، وقبل أن يأتي ما أحيانا ينسب لحضارات العصر من تنظيم إلى آخره، وتنظيم وقت أبدا. وقت منظم عندنا في صلواتنا، خمس صلوات في اليوم تنظم لك كل عملك من فجر اليوم إلى النوم. ولو أن المسلمين التزموا في أوقاتهم أوقات الصلوات لتبارك وقتهم، ولا أنجزوا إنجازات لا تنتهي، من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، العشاء طبعا الفجر إلى الليل، هذا النوم. فمقصود أنها مرتبة. الجمعة هذه لأهل البلد، ولهذا قال العلماء أن لا تعدد الجمعة لا يشرع، لا تشرع إلا عند الحاجة، وإن الأصل أن هباد لا يكون من المسجد جمعة واحد حتى يجتمعوا ويستمعوا إلى إمامهم وإلى خطبته وينصتوا. وأيضا قلنا أنها يغتسل اغتسال ومتأكد، حتى قلنا أن كثير من العلماء ومحقق العلم أنهم يقول واجب، أن غسل الجمعة واجب. لماذا؟ حتى يأتي الإنسان مع إخوانه على أحسن هيئة، مغتسل متنظف متطيب ويستاك إلى آخره. فهذا أيضا من
من خصائص يوم الجمعة، ما كان الظهر مطلوب والتطهر مطلوب، لكن يوم الجمعة بخصوصه. ولهذا قلنا أن اغتسال يوم الجمعة بعض العلماء يؤكد أنه واجب، والحديث فيه قوي قوي جدا، قول الوجوب قوي جدا، وهذا يعني يدل على عظم مقام يوم الجمعة وصلاة الجمعة. فحتقيه في قوله وشاهد ومشهود أن هي الشاهد، أن الشاهد هي يوم الجمعة. المقصود أن يعني هي تمثل اجتماع أهل البلد، وقلنا الاجتماعات الأخرى اجتماع السنوي، اجتماع العيد أو العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتكلمنا عنه بالأمس، والعيد والاجتماع اللي على مستوى الأمة، كل أمة من أقصى الدنيا هي اجتماع عرفة. عرفة يجتمع المسلمون جميعا من أقصى الدنيا، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، ويأتون بأبيضهم وأحمرهم وأسودهم، كلهم يلتقون في صعيد واحد. فلاحظ هذه حلقات التجمعات الجميلة، وكلها عبادات، يعني هي ليست اجتماع يعني دنيوي محض، وإن كان شرع لنا أن أو سمح لنا أن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما لا مانع أن تتاجر، لكن الأصل هو العبادة، وأصل هو التآلف، وأصل هو يعني الحرص على رباط الإخوة الإسلامية. وحتى في الجمعة قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله. فقضية التجارة والمال لا إشكال فيها، وديننا يحثنا على المال وحفظ المال وصرف المال وحسن صرف المال إلى آخره. المقصود أن الجمعة تمثل يعني حكما عجيبا في ديننا، وتمثل حكما وأسرارا أيضا في هذا التشريع. هذا الحديث حديث الباب، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، بمعنى وهذا هو السليك الغطفاني، الرجل هذا هو السليك الغطفاني، و جاء دخل والنبي يخطب، فرآه فقال فصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين، ما يدل على أن من السنة أن الإنسان إذا دخل أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب، لكنه يصليهما خفيفتين يتجوز فيهما حتى ينصت ويستمع إلى الإمام. وبعض العلماء يرى أنه يجلس، بعض العلماء يرى أنه لا يصلي ركعتين، وإنما هذا قالوا إن هذا خاص بهذا الرجل، والصحيح لا، لأنه جاء في بعض الروايات إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس، فهذا عام ليس خاصا بالرجل، وبعضهم قال إنه خاص به لأنه كان فقيرا، وقيل إنه حتى يقوم حتى يراه الناس وحتى يعطوه إلى آخره، لكن هذا بعيد الصيغة، يعني خاصة في الرواية الأخرى حتى وهي عند مسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو ليس خاصا بالسليك رضي الله عنه. المقصود أن المسلم إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، لكنه يصليهما خفيفتين، ثم ينصت. والذين قالوا إنه لا يصلي قالوا لأنه إذا كان الإنسان ممنوع أن يقول لأخيه أنصت أو أسكت، وهو أحيانا قال لكم هذا حينما يقول أسكت هو أمر معروف، أسكت أمر بمعروف، وهو أيضا وقته قصير جدا، يعني ما يأخذ ثواني أنصت، بينما الصلاة تأخذ وقت. فهم يقولون أنها يستدلون بأن هذا خاص بهذا الرجل، أن 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 تسكيت الذي يتكلم ممنوع، من قال يا أخي
صح فقد غوت أو كما جاء بما صح بما اسكت. فالمقصود لكن هذا كما قلنا هذا قول مرجوح، لأن الصيغة الأخرى إذا جاء أحدكم الجمعة فليس خاصا بهذا الرجل، وهذا هو صحيح. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. لكن أيضا من الآداب وقل لعلنا أشرنا إليها أنك إذا دخلت والإمام يخطب ينبغي أن تتأدب، بمعنى لا تتخطى الرقاب، لا تتخطى الصفوف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا يتخطى الصفوف يريد أن يتقدم، قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، ما يدل على عظم حرمة المسلم. وهذا أمر إخواني ينبغي أن تتنبهوا له، فنحن المسلمين يحترم بعضنا بعضا ويقدر بعضنا بعضا ويحفظ لكل ويحفظ لأخيه المسلم حقه، فينبغي يعني أن يكون يعني حق أخيك له أولوية عندك، يعني مهما كان لا تغفل أن تحترم أخاك وأن يعني لا تتجاوز في حقه، أو لا تغلبك كما يقال الأنانية أو يغلبك حظ نفسك على أن تحفظ حق أخيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اجلس فقد أذيت، لأن تخطي الرقاب مزعج، تخطي الرقاب مزعج، وخاصة أيضا إذا كان أيضا يعني بنوع من العنف، أو حتى قد يكون هو أيضا يعني إما يعني حركته ثقيلة، أو أنه أيضا قد يكون إما بيده قد يحرك رأس أخيه أو يضغط على كتفه، أو تعرف بعض الناس أحيانا يكون ليس ظريفا في حركته، فهذا لا شك أن هذا كله مما يؤذي. ولهذا ينبغي حقيقة أن، وخاصة في المجامع، في الجمعة وفي الجماعة وفي المسجد وفي التجمعات، ينبغي أن يلاحظ كل مسلم حق أخيه وأن يتأدب معه، فإن هذا هو ديننا وهذا هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث أيضا في بيان شيء من أحكام الجمعة، وهو الخطبتان. الجمعة لها خطبتان، وعند الشافعية والحنابلة أن خطبتين شرط، لا بد أن تكون خطبتان، وبعضهم يقول أن يكفي واحدة ومستحب. الحديث هذا الذي رده الشيخ ليس في صحيحين، يعني الشيخ وهم، بمعنى اللفظ ليس صحيح ولا معناه موجود، معناه موجود في 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 مسلم. كان رسول الله عند في رواية عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. هذا 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 هذا, هذا اللفظ الذي في الصحيحين. وأيضا عند كان النبي في حديث عند الشيخين وأصحاب السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذا هذا هذه الألفاظ صحيح، فهي معنى ما ذكره الشيخ، لكن اللفظ الذي ذكره الشيخ ليس في الصحيحين. ولهذا الحافظ بن حجر في الفتح الباري يقول أنه عند النسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بجلوس. وقال الحافظ وغفل صاحب العمدة اللي هو الشيخ الكتاب هذا، وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ الصحيحين. وهذا
ومن اللطيف أيضا أن بعض النسخ الكتاب بعض النسخ موجود في هذا الحديث وبعض النسخ غير موجود, يعني بعض النسخ الكتاب المخطوطة موجود في هذا الحديث اللي هو حديث جابر كان أخذ خطبتين, وبعض النسخ غير موجود. بمعنى قد يكون أن هذا كان في المسودة الأولى الشيخ وضعه, فلما نقله إلى أو بيضه أنه حذفه لأن اللفظ, لأن الشيخ رحمه الله المقدسي هو اشترط في كتابه هذا أن يخرج ما اتفق عليه الشيخة, ولا شك أنه بشر لكنه اجتهد في هذا. فهذا الحديث بعض النسخ غير موجود, بعض النسخ غير موجود, ما يدل أنه إما أن يكون هذا أخذ من مسودة يعني قبل أن يبيض الشيخ الكتاب, أو لأي أمر لم يوجد, لأن هذا اللفظ بهذا اللفظ ليس بصحيح, لكن معناه صحيح, معناه موجود. وذكر لكم الصيغتين الموجودتين في عند صحيح في عند حديث ابن عمر وغيره. المقصود أن الحديث يدل على أن للجمعة لصلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة خطبتين, يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس, والجلوس بين خطبتين مستحب, وعند الشافعي أنه ركن لابد أنه واجب أن يجلس, والجمهور مستحب. لو خطبها متصلة ونقل عن علي أنه خطبها متصلة, أظن ابن عباس نقل أنه خطب متصلة, لكن على كل حال لا, السنة أن يفصل يخطب الأولى ثم يجلس ثم يخطب الثانية. فهنا يقول كان يخطب خطبتين وهو قائم, أيضا القيام كذلك أيضا بعض العلماء يرى أنه واجب مع القدرة, طبعا مع القدرة, أما إذا كان غير قادر لا أشكال, لكن إذا كان قادر قال بعض العلماء يجب. وقول ثاني لأنه مستحب, لو خطب جالسا فالخطبة صحيحة, لو خطب جالسا فالخطبة صحيحة أو الصلاة صحيحة كذلك. يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس, و والنووي في شرح مسلم قال ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين وأنهما شرط, وهذا كما قلت لكم مذهب الشافعي والأحمد أن الجمعتين أن الخطبتين شرط, بمعنى أنه لم يخطب فإن الصلاة لا تصح, أن الصلاة لا تصح حينما يقول شرط معناته لا بد أن يتى به. إذن هذه من أحكام الجمعة, وهو الخطبتان يخطبهما الإمام قائما ويفصل بين الخطبة الأولى والثانية بجلوس, طبعا جلوس ليس طويلا, قال بعضهم أنه بقدر قراءة الفاتحة, بقدر قراءة الفاتحة, وقال بقدر قل هو الله أحد ونحو ذلك. المقصود أنه, والحمد لله المسلمون على هذا كما تعلمون, المسلمون كلهم على هذا والحمد, وهذا شيء مما نقل بالتواتر, التواتر العملي نقل أو تناقله المسلمون بالتواتر العملي, فكل مسلم في مساجدهم في كل مذاهب والحمد يصلون الجمعة بخطبتين, الخطيب يخطب قائما ويفصل بين الخطبتين بجلوس, فلله الحمد والمنة. نعم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا أيضا من أداب الجمعة, من أداب الجمعة الإنصات, والحمد لله المسلمون على هذا, المسلمون كما تعلمون كلهم إذا يعني دخل الخطيب كلهم سكتوا ويستمعون بأدب واهتمام ومتابعة, وهذا هو الذي ينبغي. وإن كان طبعا أحيانا قد يغلب بعضهم نعاس أو نحو ذلك, فهذا على كل حال مما لا ممكن السيطرة عليه, ولا سيما خاصة أحيانا
إذا أطال الخطيب، وكان لا ينبغي أن يطيل لا شك طبعا. الرسول يقول إن قصر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فالمطلوب هو أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يطيل. لماذا؟ لأننا قلنا إن الحضور واجب، صلاة الجمعة فرض وواجب، والإنصات واجب، فحينما الإسلام أوجب على المصلين أن ينصتوا وأن ينضبطوا، يعني يكاد يكون يعني إن صح التعبير بالتعبير المعاصر قيد حركته خلاهم ساكتي، حينما شرع ذلك شرع الخطيب ألا يطيل، يعني في حق الخطيب لا تطيل، لكنه أسكت الناس من أجلك، أسكت الناس ليستمعوا وينصتوا، فأنت لا تطيل، لأن الإطالة أولا فيها تجاوز على حق الناس، والرب الثاني غالبا تقل فائدتها، لأن الإنسان بطبيعته تركيزه في حدود دقائق، بعدها لا يركز، وهذا من مما جبل الله الناس عليه، أنت تستمع وتركز في حدود، وخاصة إذا كان شيء واجب، لأنه واجب أنت حاضر، يعني أجبرت وأوجب عليك أن تحضر، فإنسان إذا ألزم بحضور يكون غالبا الشيء ثقيل عليه، بينما لو أتيت باختيارك في محاضرة مفتوحة هذا غالبا لا، ما لك تشعر أنك تستطيع أن تقوم متى شئت، ولهذا لا يعني قد يخطئ أحيانا بعض الأئمة جزاهم الله خيرا حين يقول لا الناس إذا كان في محاضرات ولا كانوا في ملعب ولا كذا ما يملون، لا هذا جاءوا باختيارهم، اختيارهم يصرفوا متى شاءوا، أنت لا جاءوا ليجلسوا وجوبا ولا يصرفوا حتى تنتهي، فيختلف كثير يختلف، هو عند أولا وجوب ويأثمون لو نصتوا ويحرم عليهم ويتأثمون، فلماذا أنت يعني تدخل عليهم حتى أحيانا قد توقعهم في الإثم وفي الوزر، ففرق يعني، لأن فعلا الشارع أحضر الناس لك وألزمهم بالإنصات والسكوت، فعليك أن تقدر ذلك فلا تطيل، وإن كان طبعا الإطالة نسبية على كل حال يختلف، وحي أيضا حتى أحيانا بعض الخطباء يكون عنده طريقة التشويق لا يمل بطبيعته، يحسن الحديث ويحسن التنقل ويحسن أيضا متى يرفع صوته ومتى يخفض صوته ومتى يعني يجذب الناس بحيث يعني يذهب عنهم السأم والملل، فالخطباء يختلفون، فلكن ومهما كان الأصل والمطلوب هو أن يقصر الإمام الخطبة. الحديث هنا أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت، وفي بعض الروايات إذا قلت صح فقد لغوت، مع أنها أمر معروف، مع أنها أمر معروف، وما هذا كلا، فالمطلوب أن تنصت، وفي بعض الروايات وإن كانت نسبة صحيحة ومن لغى فلا جمعة له، فاللغو يؤثر، واللغو هو الكلام الباطل والكلام غير 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 المفيد، والله يقول إذا سمعوا اللغو عرضوا عنه، فهذا فالشارع عد قولك لأخيك أنصت عده من اللغو، بمعنى أنه كلام ليس في محله، ولغى كغزا من حيث التصريف الفعلي، لغى كغزا يقول غزوت ولغوت ولغيت أيضا بالياء وبالواو، لغوت ولغيت. إذا قلت لصاحبك أنصت يا وجوه والإمام يخطب فقد لغوت، بمعنى أن المطلوب هو الإنصات والاستماع ولزوم الهدوء والسكينة والحرص على الاستفادة مما يقوله الخطيب من مواعظ ونصائح وتوجيهات وأحكام وآداب، لأن هذا من أحكام الجمعة ومن أسرار تشريع الجمعة، من سر التشريع هو أن يحضر أهل الحي كما قلنا أو أهل البلد ليستمعوا أسبوعيا
لدرس مفيد ودرس فيه توجيه وفيه موعظة وفيه تذكير وفيه بيان لأحكام الشرع مما يتخيره الإمام مما ينفع الناس. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.